بسم الله الرحمن الرحيم. شركة عرب جروب قعدت ثلاجة أو غسالة قاعدة محملة بعجل وبدون عجل، طبعا مع إمكانية إن احنا نطول القعدة أو نكبر القعدة أو نصغر القعدة. طبعا هنا في جلد الحماية، القعدة محملة، طبعا في امكانية انها تطول من الاتجاهات كلها، من اربع اتجاهات، في مسمار هنا اهو، مسمار هنا، ومسمار هنا، ومسمار هنا، يعني اكبر القعدة واصغر الايه؟ واصغر القعدة. في منها ثابت تمام، في منها متحرك بإيه؟ بعجل. شركة عرب جروب، ياريت تشتركوا معنا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك وشير للفيديو. هنسيب رابط التليجرام في الوصف وأول تعليق.